بالتأكيد في تساؤلات كتير عند أي صاحب شركة، إزاي يقدر يحصل على التمويل التأجيري وإزاي يقدر ياخد الإجراءات والخطوات المختلفة. اخترنا شركة الأولى وهي من أكبر الشركات العاملة في السوق المصري علشان نعرف مع بعض أهم الخطوات وأهم الإجراءات وأهم الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل التأجيري. خلال تواجدنا بمقر شركة الأولى كان أول سؤال شاغل بالنا هو معنى مصطلح التأجير التمويلي. هو التأجير التمويلي نوع من أنواع التمويل الغير مصرفي لتمويل الأصول الثابتة. ما هي الأصول الثابتة؟ هي زي العربيات، المباني، المعدات، خطوط الإنتاج، أي أصل الشركة بتحتاج لتمويله أنا بقدر أدخل بموله. بموله عندنا بكذا طريقة. طريقة التأجير التمويلي المباشر، بمعنى أن الشركة بتيجي تقول لي يا شركة التعمير أنا محتاجة الأصل ده، أنا بدخل بشتري لها الأصل ده وبنبتدي نعمل عقود تأجير تمويلي بتنتهي بنقل الملكية لصالحك في آخر المدة. أي نوع كان بقى الأصل أنا بدخل بشتريه لك، ده التأجير التمويلي المباشر. في نوع تاني من التأجير التمويلي اللي هو اسمه البيع مع إعادة التأجير التمويلي، اللي هي الشركة بتمتلك الأصل وبتيجي أنا بعمل عليه إعادة تقييم وبديلها التمويل ده، إنها بتبتدي الشركة تضخه في دورة رأس المال العامة. حاولنا نتعرف على أهم الإجراءات والخطوات والأوراق اللي هتكون مطلوبة من صاحب شركة أو مدير مالي بيرغب في حصول شركته على تأجير تمويلي. أول حاجة أنا طبعا بحتاج أن أنا بعرف الشركة اللي جايالي دي إيه هو نشاط الشركة، شغالة في أنهي قطاع، الشكل القانوني بتاع الشركة، وبعد كده ببتدي أطلب المستندات بتاعة الشركة اللي هي عبارة عن آخر ثلاث ميزانيات، البطاقة الضريبية، السجل التجاري، بطايق من لهم حق التوقيع أو حق الرهن والاقتراض، وببتدي بعمل الاستعلام بتاعي سواء استعلام بنكي أو استعلام سوقي. ولو لقيت ان الشركة دي استعلامها ما عندهاش اي مشاكل ببتدي ادخل الملف ادارة الائتمان وبطلع عرض للعميل، بشوف ايه هو احتياجاته، بطلع له العرض بناء على احتياجاته، وبعد كده بتدخل ادارة الائتمان عندي بيحصل دراسة ائتمانية. اول ما بيحصل الدراسة الائتمانية دي في خلال 10 ايام عمل بطلع للعميل الموافقة بقول له خلاص احنا جاهزين ان احنا نبتدي في عملية التأجير التمويلي على الاصول اللي حضرتك محتاجها، ومن هنا بيبعت لي عرض سعر للاصل اللي هو محتاجه ايا كان هو الاصل، بدخل انا بشتريه له وبنعمل عقد تأجير تمويلي زي ما قلت لحضرتك اللي هو بينتهي بنقل الملكية بقيمة جنيه واحد للمستأجر. كان لازم نسأل كمان عن أهم المميزات اللي بتميز شركة بتعمل في مجال التأجير التمويلي عن غيرها من الشركات اللي بتعمل في نفس المجال. طبعا بتفرق في الخدمة اللي هي بنقدمها كشركة والسرعة وسعر العائد على العملية، سعر العائد التمويلي على العملية، هو ده اللي بيفرق ما بين الشركات من بعضها البعض. وبعض الشركات برضو زي احنا مثلا كتعمير للتأجير التمويلي، احنا عشان عندنا 3 شركات بنكمل بعض في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والاستثمار العقاري، فبقدر ادخل ان انا للعملاء بالذات بتوع قطاع الاستثمار العقاري ان انا اديلهم اقفلهم السايكل بتاعتهم من جميع سواء جميع النواحي التمويلية سواء افراد او كشركة.